إلا الراتب يا حكام. بهذه العبارة رفع الحاج المتقاعد أحمد محمد مناشدته للمطالبة بصرف راتبه هو وزملائه، بعد أن ظل الرجل وهو في عقده السابع يبحث عن البدائل التي تكفيه من أجل توفير لقمة العيش له ولأولاده، ولكن دون جدوى. اليوم خرجت من 70 المعاشر ومن 70 حقوق الإنسان، وأنا طلب يعني أعيش على الكتب الضروري وأشتغل بالمخبازة، يعني كنت أشتغل بالمخبازة 1500 ريال. المخبازة الآن مبندة لها سنتين من يوم ما قامت الأزمة، والآن بداخل البيت حتى الدقيقة أنا ما أمتلكه، والله ما أمتلكه. والآن يعني أعيش يعني أنا والقوة الحق ما أدري الله جنب السجن المركزي بعقاقة. يقف صرف المرتبات سدا منيعا أمام توفير لقمة العيش ومتطلبات الحياة، وهو ما استدعى هذه الحشود للخروج في تظاهرة ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة ما لم يتم صرف رواتبهم. مطالبنا هو الراتب الموظفين، نطالب الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية والحقوقية للوقوف مع هؤلاء الكادر لصرف مستحقاتهم، ومن لم يستطع أن يوفي بمرتبات الموظفين فلا يستحق أن يكون في رأس حرم الدولة. لذا عجزوا على تسديد حاجات الناس، كيف سيكون ديرنا دولة بجميع مواردها؟ تدهور الأوضاع المعيشية وعدم صرف رواتب الموظفين في ظل ما تعيشه هذه المدينة من حرب وحصار، أمور تنذر بكارثة إنسانية ما لم تسارع الحكومة الشرعية بوضع الحلول اللازمة لكل ذلك. احتجاجات مستمرة ومطالبات لا تتوقف بصرف رواتب الموظفين في ظل الصمت وتجاهل الجهات الرسمية يتلخص في تلك المقولة: لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.